حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا سطير حبايبنا، نزلت رقصة البوية، رقصة غريبة عجيبة الشباب، بس ولكن بغير شكل حبايبنا. اوكي كتير متحمس ندخل ونشوفها يا سطير. قبل نبلش هذا المقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس، لا تنسونا بالله قد بشرات يا سطير. اوكي شباب، متحمسين من الصبح، كل شيء لود معلم، فايق جديد معلم، واخذت شربت قهوتي يعني حبيب والله. اوكي المهم شباب، موكو ستور حبايبنا، خلينا ندخل نشوف هذا المتجر شباب الجديد الموجود معنا بالحبيبي والله باللعبه. اوكي اختر 0 شخطه 6 جوائز للف. حلو، عنا الجائزه الاولى معلم، عنا رقصه، طبعا رح ناخذ الرقصه الاولى شباب، هاي نجيب الرقصه معلم شيء اكيد 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 اكيد. عنا جائزه 2 شباب الصراحه، بتاخذ غرفه كراسي الحيوانات الاليفه. والله شباب الصراحه يعني 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 يعني, يعني ما تنفعني بشي شباب، لانه ما حبيبي والله، خلينا ناخذ بطاقة حظنا احسن معي. اوكي جائزة 3 شنك شباب الحلوين، عندنا هون اس كيس وسنايبر والاشياء. اوكي لا بس ثاني ناخذ اللي بفورتي معلم، لانه هن حاطين هاي العلامة هاي معلم، لا نحن نعمل عكس. اوكي يلا جائزة الاخبار بقى معلم، الصراحة يعني الصراحة يعني ما بعرف ليش شو عم بيصير في مخهم لما يعملون هيك احداث، يعني حطونا جائزة الكبرى اوكي رقصة معلم، بس ولكن يعني خلي حطونا شيء باللوز معلم، حطونا بطاقات يا اخي، رومات مثلا اكثر احسن من هذول هالجواز البيض. اوكي سيسترز اند براذرز، جائزة 5 شباب مو عندنا هنا يا اخي، ما بدي افكر، بدي احط واحد هيك على شوي وخلص. السادسة معلم شو هي؟ ناخذ 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 بوتيتوس واللحوم للمرافق المرافقين معلم، فهمت علي كيف حبيبي والله. اوكي ناو حان الوقت معلم، اللوز يلا رح نعمل دخول شباب. اوكي ليش ما بيعمل دخول هذا؟ ناقص شيء ولا كيف؟ دخول رجع اختيار جوائز 6 جوائز، ما انا اخترت 6 جوائز يا زلمه. اوه نو ما نسيت هون يا الله يا اخي، ما حبيبي. اوكي ناخذ هاي حطه يلا، الرقصات تك 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 حبيبي والله لوز مان. اوكي هون يا شباب حان الوقت الساعه، حان وقت الساعة. لا شو بيقولوا، حان وقت المهم شباب، حان الوقت انه نلف ونشوف تمام. طبعا شباب مثل كل مره يعني امنيتي وحلمي انه احصل على شيء من اول لفه، بس ولكن ما راح هذا يعني حلم، والاحلام مرات ما بنحققها شباب، يعني احنا بنحلم بس خلص. ولا ليش احرق؟ انا داخل احرق، ليش ولا عبد الرحمن وين عم بدخل مواضيع عم بدخلكم بألف حياتي معلم، خلينا نركز. اوكي يلا نعمل تاكيد معلم، اطلع معنا بيض معلم، بيض مسلوق من الصبح حبيبي والله، بيض مقلي من الصبح. اوكي نشوف الان حان وقت ولا شيء يا زلمه، روح لفه الاخيره يا شباب، قبل الاخيره معلم، هات لشوف حظنا انت مانو زلمه، جوا دغير الله، جوا يعني مره واحده بالحبيب والله، لا مره صارت معي شباب من زمان، وهي يعني خلاص عملوا لي، خلينا مره ثانيه معلم نحصل على الشيء بالقول من الاخر معلم حبيبي والله. ول 800 جوره يخرب بيت سنتكم، ثواني شوي ايش كم لفت لهم معلم، لف الاولى 10 30 60 100 350، طب والله طب ثواني شوي هلا 100 لفة، ليش ما بيعملوها مثلا 150 ولا؟ اوكي معلم يلا. مثل كمان بقول شباب انا خايف مرات ما تطلع لي من اخر لفة، هذا شوف ها لا طلعت لنا معلم، تحت السيطرة شوي، تحت السيطرة شو هذا معلم، تحت السيطرة شو هذا اللي تحت السيطرة شباب. طبعا شباب قبل ما نبلش، شباب قبل ما نروح على الاماكن الرقصات وما رقصات شباب، نشوف الرقصه بدنا نعمل لفه تيك سريعه شباب، نشوف الاوضاع الاحداث الموجوده يا شباب. طبعا شباب موكو 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 موكو، اوكي ما في شيء جديد شباب حبايبنا، everything ما في اشياء جديده شباب، خلينا نشوف التوب اب، شوف التوب اب حبايبنا شوف. اوكي منزلين صناديق الديمتري بوكس اوكي
عندنا هون هاي عندنا الام بي 5 الهاكر ستور هذا هو التوب اب. ايمتى راح ينتهي التوب اب معلم؟ راح ينتهي غدا. مو بقى شباب ان شاء الله ينزل غدا ان شاء الله التوب اب حلو ثلج او شيء شباب. انا اعتقد غدا راح ننزل التوب اب ثلج يا ستير. اوكي شباب لين خلينا على الرقصة حبيبي والله انت مانو. وينه وين الرقصة معلم؟ ولك عاش وين الرقصة وين الرقصة وين الرقصة وين الرقصة وين ها هاي هي معلم قولي والله حلوة اقسم بالله شباب رقصة حلوة كتير. ثواني شوي خلينا نحطها مكان هاي ثواني شوفوني معلم. لا والله حتى عندي الفولكو شباب شوفوا النسر معلم كله لا شباب لازم نزبط شي سكين معلم زهري معلم على حسب هالرقصة زهري ولا بنفسجي وان بي بو اتس كول والله خلينا نشوف شكله شلون داخل داخل التدريب شباب الحلوين خلينا نشوف شغله الشغل اوكي خلينا نركز خلينا نركز اوكي اوكي هات نشوف يلا يلا وين السيف شوف 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 شباب شوف السيف شوف السيف السيف ما بيطلع لما برقص حبيبي والله هات شوف ملك عاش سوي شباب نجرب شغل شباب نضرب نرقص ضربة نجرب شغل نشوف راح يمشي حالها شباب راح فرجيكم شغل لما نرقص معلم ونعمل لقطة كيف راح يكون الشكل سوينا شوي والله معلم شكلها أسطوري هالرقصة صراحة إنت باللوز بحاول نجرب شباب نعمل هيك مثلا قبل ما يعمل هيك يرمي البويا شباب نحاول نضرب كيف راح يكون الشكل هلو شوفوا معي والله شيء مرتب شوف اول ما يضرب بايده معلم يا السلام عليك سلام معلم يا اخي يا اخي شايفني عبر عبر زبط الكبسات يا زلمه ليش يجي خرب علينا معلم خرب بيت سنتك وينه تعالوا تعال وينه وين راح وين راح هاليك نطلع راسي الله واو لا 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 شو ده طلع ولا في البوكس وين هذول معلم حبيبي والله نجرب رقصة معلم خلاص يجي علينا يا زلمة يا زلمة هذا نازل معلم تدريب شوفوا ما معه سلاح يا الله ما معه سلاح لك هذا ما معه سلاح يا الله نازل تدريب شباب بس بوكس يضرب بوكس يا الله والله معلم فري فاير بتشوف كل شيء فري فاير شوف كل شيء بفري فاير. اوكي شباب ليديز اند جنتلمان ما راح نطول عليكم اكثر من هيك يا اساطير. الصراحه رقصه حلوه كثير تمام؟ شيء لوز. اوكي حبايبنا، شو عجبكم مقطعنا اليوم يا اساطير؟ لا تنسونا باللايك كاتب الشيرات والبارتاجات يا احلى ناس ونشوفكم ان شاء الله المس فيات شباب على البث المباشر. اوكي شباب رحله البقاء في الجراند ماستر مثل ما انتم شايفين يا اساطير سنفرجيكم علم حبيبي والله. اوكي يلا شباب يومكم سعيد. سلام عليكم.